مفروض يصير حديث مباشر بين المسؤولين العراقيين وبين كل الدول المعنية بالأمر العراقي، سواء كانت تركيا أو إيران أو غيرهم من الدول، وتنوضع النقاط على الحروف. وإذا تسمح لي أحكي لك قصة إذا أكو مجال، بسيطة هي قصيرة. أجا ضريب زار العراق، فاتصل بي فخامة الرئيس برهام. هاي زيارة الأخيرة تقصد؟ لا لا، قبل سنة. طيب. قال لي بدي أشوفك أنت لوحدك. قلت لا ما أشوفه لوحدي، أولا هو ضيفنا. المهم شفته بالأخير ويا ستة آخرين معايا، وهو كان علو معاها خمسة. قلت له أنتوا ليش تسوون هيجي؟ شنو هاي القصة؟ توترون الأجواء بالمنطقة اللي كذا نوترها. قلت له أنتوا تعطون حزب الله أسلحة ودرونات طائرات مسيرة وصواريخ، وتعطون حماس أيضا، وتضربون إسرائيل بتكليفكم، وإسرائيل ماذا ترد عليكم؟ ترد علينا على لبنان وعلى سوريا وعلى كذا وعلى مصر. فليش يا أخي شو تسوي؟ هذا مو تلويث لأجواء المنطقة وتوتير لها؟ قال لي بس أنا أريد معاهدة عدم اعتداء. قلت له عدم اعتداء ويا من سويت عليها؟ قال أنا سويت عليها، حكيت ويا وزير خارجية عمان وكتبت مقال بجريدة. قلت له ضحكون على العالم أنتو زين. قلت له تكتبت للشيطان الأكبر أمريكا تقول تعال نتفاوض على الملف النووي، أبيك تكتب الوزراء الخارجية العربية إذا ما تقدر تكتب تعطيني إياها أنا أوصلها. اكتب قول إحنا نريد وياكم نتفاهم على معاهدة عدم اعتداء بها ثلاث محتويات: أولا تصفير المشاكل، ثانيا هاي معاهدة عدم الاعتداء تلزم الدولة ووكلاء الدولة، مو يحارب أبو حماس نيابة عنك أو أبو حزب الله وغيرك يحارب نيابة عن دولته، وثلاثة إقامة مصالح مشتركة ومتوازنة. هاي هي اللي فكرة عظيمة، هاي فكرة عظيمة، أول ما راح أرجع لإيران راح ننفذها. وراح بعد ما رجع لا 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 سرحني بالقنافل لا هو الخبر اللي وراه.